السلام عليكم متابعي قناة المعلم، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سوف نتعرف فيه على وصف ولد أو رجل في اللغة الفرنسية، وما هي العبارات والألفاظ التي نستعملها من أجل هذا الوصف. وصف رجل أو وصف ولد أو رجل، La description d'un garçon ou bien d'un homme. La description d'un garçon ou bien d'un homme. Voici Yassir. Si Yassir. C'est un copain du basket. Voici Yassir. Si Yassir. C'est un copain du basket. هذا ياسر. إنه صديق كرة السلة. Il est souriant et sociable. Il est souriant et sociable. إنه مبتسم واجتماعي. مبتسم واجتماعي. Il est né le 3 mars. Il est né le 3 mars. ولد في الثالث مارس. Il est né le 3 mars. Il adore le dessin et la musique. يعشق الرسم والموسيقى. Il adore le dessin et la musique. Il adore le dessin et la musique. الصفات المعنوية لشخص. صبور. passion. passion. صبورة. passionte. نضيف أه. لطيف. sympathique. sympathique. ثرثار. بافار. بافار. ما كنطقوش هذيك دي، لا تنطق. ثرثار. بافارد. بافارد. ثرثار. خجول. تيميد. تيميد. رائع. فانتاستيك. 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 رومانسي. رومانتيك. رومانتيك. رومانسي. رومانتيك. ذكي. انتليجون. 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 مبتسم. سوريون. سوريون. منظم او منظم، عفوا منظم. اوردوني. اوردوني. منظم. أغضوني. مضحك. غوتيسك. غوتيسك. غريب. إيديو. إيديو. مضحك. غيديكول. غيديكول. شره. غورمون. 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 اجتماعي. سوسيابل. سوسيابل. عبقري. جينيال. 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 إذن سنحاول أن نعيد هذه الكلمات، تابعوا معي. صبور. باسيون. باسيون. لطيف. سامباتيك. سامباتيك. ترتار. بافار. بافار. خجول. تيميد. تيميد. رائع. فانتاستيك. فانتاستيك. رومانسي. رومانتيك. رومانتيك. ذكي. انتليجون. انتليجون. مبتسم. سوريون. سوريون. منظم. اوردوني. اوردوني. مضحك. غوتيسك. غوتيسك. غريب. ايديو. ايديو. مضحك. ريديكول. ريديكول. شره او اكول. غورمون. غورمون. اجتماعي. سوسيابل. سوسيابل. عبقري. جينيال. جينيال. الان مع الوصف الجسماني او المادي لشخص. ضخم. غو.
ضخمة، غروس. جميل، بو. جميلة، بيل. قبيح، لي. قبيحة، ليد. كبير، غران. كبيرة، غروند. صغير، بوتي. صغيرة، بوتيت. نحيف، ميغر. ميغر، صغير أو شاب. جون، عجوز. فيو، عجوزة. فيي. إذن سأحاول أن أعيد هذه الكلمات، حاولوا أن تتبعوا معي، حاولوا أن ترددوا خلفي. ضخم، غرو. غرو، غرو. ضخم، غروس. غروس، غروس. جميل، بو. ريبيت، ريبيت. بو، بو. جميلة، بيل، بيل. ريبيت، بيل. قبيح، لي. لي، قبيحة. ليد، ليد. كبير، غران. غران، كبيرة. غروند، غروند. صغير، بوتي. صغيرة، بوتيت. نحيف، ميغر. ميغر، صغير أو شاب. جون، جون. جون، عجوز. فيو، فيو. عجوزة. فيي، فيي. وصف الوجه، لو فيزاج. لو فيزاج. غون، إلا أن فيزاج غون، مدور، له وجه مدور. إلا أن فيزاج أوفال، بيضاوي. أوفال، بيضاوي. إلا أن فيزاج غون، له وجه مدور. إلا أن فيزاج أوفال، بيضاوي. ليز يو، وصف العينين. La description des yeux. Il a des yeux noirs. Il a des yeux noirs. عنده عيون سوداء. Bleu, زرقاء. Vert, خضراء. Marron, بني أو بنية. عيون. Noir, سمراء أو سوداء. Les cheveux, وصف الشعر. Il a des cheveux noirs. Il a des cheveux noirs. عنده شعر أسود. عنده شعر أسود. شطه، بني. بلون، أشقر. غو، أحمر. لي فيتمون، وصف الملابس. لي فيتمون، وصف الملابس. Il porte un pantalon noir. Il porte un pantalon noir. Il porte un pantalon noir. يرتدي سروالا أسود. Un t-shirt bleu. Un t-shirt bleu. قميص أزرق. Une cravate. Une cravate. ربطة عنق. Un long manteau. Un long manteau. معطف طويل. دي بوت، دي بوت، دي بوت. حذاء طويل. دي بوت. Il porte un sac. Il porte un sac. يحمل حقيبة. يحمل حقيبة. Un chapeau. Il porte un chapeau. يرتدي قبعة. Il porte un chapeau. Il porte des gants. Il porte des gants. يرتدي قفازات. يرتدي
قفازات. إذن إلى هنا أعزائي عزيزاتي متابعي ومتابعات قناة المعلم نصل إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى صادقا أن يكون مفيدا لكم. لا تبخلوا علينا إذا أعجبكم الفيديو بالضغط على زر لايك أو الإعجاب، كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.